خبر عاجل ومهم، الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق قاعدة بيانات للإعلام والاتصال الحكومي عبر المنصة الوطنية أور. أطلق مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء خدمة قاعدة بيانات الإعلام والاتصال الحكومي على منصة أور الحكومية في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن حزمة أثمنة الخدمات الخاصة بتنظيم عمل الإعلام والاتصال الحكومي بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكاتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة. وأكد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن استخدام هذه المنصة سيعزز من مستوى الشفافية والمصداقية في التواصل الحكومي، فضلا عن تقليل الزمن المستغرق في تبادل المعلومات والبيانات، وهو ما سينعكس إيجابا على تسريع اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه الخدمة التي تأتي انسجاما مع توجه الحكومة نحو أتمتة الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي إلى تحسين وتسهيل عملية التواصل، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الإعلامي والحكومي، كما ستساعد في ضبط إيقاع التواصل وتنظيمه وضمان توحيد الرسائل الإعلامية وتقديمها بشكل منسق ومهني، يستند إلى تعزيز المهنية وأهمية الوقت في العمل الإعلامي اللذين يعدان من الركائز الأساسية لهذه الخدمة عن طريق ما سيوفره من انسيابية وتدفق المعلومات وتسهيل الوصول إليها بشكل فوري، يرفع من جودة وكفاءة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. انتهى الخبر. تحياتي الإعلامي علي الدلاوي.